يقول: إذا توفي لأحد الأشخاص قريب، نرى ونسمع بعض الناس يصافحونه ويقولون له البقية في حياتك، فما هو رأي الشرع في هذه العبارة؟ وماذا نقول عند العزاء من العبارات جزاكم الله خيرا؟ التعزية مستحبة لأن فيها مواساة للمصاب، وفيها دعاء للميت إذا كان مسلما، واللفظ الذي يقال فيها: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك. هذه الألفاظ الثلاثة إذا كان الميت مسلما يقال: غفر الله لميتك. نعم، بارك الله فيكم.